أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم سالت أجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة، درجة الحرارة كانت أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، ويتوقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة خلال الساعات القادمة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور تكون الأجواء صافية، ليالي دافئة حوالي 20 درجة مئوية فقط المحسوسة، 20 درجة مئوية، رطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة، طقس حار نسبيا في عموم هذه المناطق، المفرق 34 إلى 20، إربد 32 إلى 20 درجة مئوية، جرس 33 إلى 22، وعجلون 31 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء، غبار خفيف 34 إلى 23، البلقاء 33 إلى 21، عمان 32 إلى 20، ومأدبة 33 إلى 21. أما البحر الميت طقس حار، الحرارة تقارب 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تلامس 30 مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 31 إلى 21، الطفيلة 31 إلى 20، الشوبك 28 إلى 18، معان 32 إلى 19، والعقبة 39 إلى 26 درجة مئوية. توقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 37 إلى 21، أرويشت 35 إلى 20، والصفاوي غبار خفيف 36 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.